اهلا وسهلا ومرحبا. نوصلوا للسيكوريتي روتير ونحكيوا اليوم مع عماد الطويل كالعاده، ونرحبوا زيدا بضيفنا ايمن العبدلي اللي هو رئيس نادي سيارات في المدرسه الوطنيه للمهندسين. مرحبا بك ايمن. صباح النور عماد. صباح الخير. صباح الخير عماد. خامس الموضوع هذا المره هذه، قلنا ماناش نحكيوا على الكرهب العاديه والكيسات العاديه بالضبط. الطرقات وكل، حابين زيدا نعطيو حق للجانب هذا اللي هام زيدا في السيكوريتي روتير. الرياضه الميكانيكيه نقول اليوم في تونس السنوات الأخيرة فما تطور على مستوى الرياضة الميكانيكية، سيارات ولا درجات نارية، ولكن الرياضة الميكانيكية زاد في خدمة الوقاية والسلامة على الطرقات. اليوم نلقاو فما نوادي، فما جامعات اللي هي يقع فيها التأطير في مخص الرياضات هذه، ولكن العمل اليوم على مستوى النوادي نتاع الشبابيه هذه اللي هي نقول الاولاد ولا تلامذة طلبه شباب اللي هم مغرومين بالرياضه، ما فيها باس كي تكون فما جانب رياضي يمس الامور التقنيه، ولكن كذلك يمس الامور الوقائيه والامور نتاع السلامه على الطرقات. على خاطر نقول اليوم الفئه العمريه اللي تمس ضحايا حوادث المرور في تونس بين 15 و 39 سنه هي بنسبه 60%، وما تمس الشباب، فلا بد لنا نقول 60% من ضحايا حوادث المرور في تونس العمر نتاعهم الفئه العمريه نتاعهم بين 15 و 39 سنه. الفئه هي الفئه الشبابيه، احنا نقولوا ديما يمكن العمر هذا هو وين يكون الشباب معناتها عنده نزعه وانه يمارس خنقول بعض من السلوك على الطرقات اللي يكون سلبي، ولكن خنقول اليوم الشباب ضحية في منظومة المشهد المروري في تونس. يعني مؤكد حسب الأرقام. حسب الأرقام اللي بدنا بها مشكور المرصد الوطني لسلامة المرور. تبقينا كيفاش اليوم نجم نتعامل ونتفاعلوا مع الفئة العمرية هذه؟ من الاندفاع والحماس. بالضبط. الرغبة في السرعة برشا. واحد يحس روحه أكتيف أكثر وأنه ينجم عنده طاقة يحب يمارسها يلقى الطريق. اليوم لابد باش يكون فما أكثر تأثير بالنسبة للجانب هذا. قلنا ومشكورين ان الاخيان في المدرسه الوطنيه للمهندسين بتونس عندهم نادي قايمين بمجهود كبير، لكن لابد لهنا باش نقولوا انه الشباب ما هوش هو اللي عامل المشكله على مستوى حركه المرور، على مستوى المشهد المرور، لكن ضحيه زاد كيف كيف. حبينا نقولوا لما تكون فما العمل وانه يكون صحيح رياضي لكن وقائي في نفس الوقت. خلينا نسالوا سي ايمن، هل انه الجانب هذا يعطينه قيمه جانب سيكوريتي في النشاط؟ اللي حاب نقوله بالضبط pour faire la sensibilisation التوعية كل شيء، مش جي نعمل اون افيش نقول اللي انا باش نعمل اون جورني دو سنسيبيليزاسيون، لازم دي ميثود تري افيكاس، لازم ميثود اقرب تكون فوالا كيما نقولوا توصل اكثر للجون، خاطر الجون معناها اون سامبل ديستريبيسيون دو فلاير مش ايفيدون انك توعي، معناها اون فيت باش نعملوا الميني سكي دونك في الجورني جوست اون ديتاي. لو كلوب اورغانيزاتور سي كلوب ليو بيزير دو كابلون بينز فوالا بينز نتاعنا الكاميرامان كان لازم يخرج. حتى قلنا مدرسه نتاع المهندسين. ولا انا صحيح عندي بوستيك كل شيء. حتى يعاودها عماد ماهوش موافق. نادي ليو اون فيت سي ان كلوب نادي ليو هكا اسمه. ليو كلوب لو كابلون بيزيرت. ليو كلوب؟ ليو كلوب بيزيرت لو كابلون. سي ان كلوب كي بنزرت مات. تابعين بنزرت. تابعين بنزرت. فما كان في بنزرت ولا؟ لا فرع هذا فرع. فوالا فرع جمعيه دوليه لاينز كلوب. لاينس كلوب اون فيت احنا باغيني من ايكوز اريتوس نتاع بيزيرت اون فيت ديز اكتيفيتي كاريتاتيف مي اليوم اليوم فوالا نعملوا نمشيو دي زونفون هوسبيتاليزي نزورو نلمو دي دوناتيو، مي اليوم عملنا اخترنا ان نعملوا سونسيبيليزاسيون سونسيبل لو 29 مارس اللي هو غدوه باش نعملوا تبعه في السلامه المروريه باش نلمو اون فيت باش نعملوا اترافيغ لو سبور ميكانيك. À travers le sport mécanique, on peut faire la sensibilisation. Puis nous avons une chorégraphie, une danse dédiée à la sécurité routière. On fait plusieurs activités qui mettent les jeunes. Je m'en ai dit que le message à travers cet événement, c'est qu'on peut être passionné de sport mécanique, mais aussi ambassadeur de la sécurité routière. On peut vivre notre passion, mais de façon responsable. Je m'en ai dit que détail de l'événement. Puis ici, je m'en ai dit des pilotes champions, Hichem Aoul, des clubs Street King, plusieurs
معناها نوادي بينشطوا في الرياضه الميكانيكيه تحت في البطوله التونسيه تابعه للجامعه التونسيه للسيارات. مشكوره الجامعه التونسيه للسيارات فريمون عاونتنا بالبدا توسكي اسيرونس وكوفرتور معناها بروتكسيون سيفيل وكل شيء. مشكور كيف كيف رئيس منطقه سهل لنا الشرطه معناها الشرطه المروريه باش نسكروا الكياس نتاعنا باش نجموا نخدموا مرتاحين. فريمون خدمه معناها العباد باش تحضر بشترى معناها بشترى اللي فما ميساج يوصل سي معناها نو سوم دي جون واعيين نحبوا نوصلوا السيكوريتي روتيير حاجه مهمه بالكدا اي سافي بارتي دو نو زوبجيكتيف في اليو كلوب لو كابلو. نعاودوا نذكروهم وقتاش؟ فوالا 29 مارس غدوه ماما ساعتين للسبع قدام بلديه بنزرت قدام بلديه جميع الكل يجيو من تونس من بنزرت العباد كل مرحبا بهم دونك فوالا. باهي عماد حبيت نقول اللي صحيح اليوم اذا كان فما وصلت مشكوره اذا كان هيئه المكان باش يقع فيه التظاهر هذه اما يظهر لي اليوم وقيت علاش لا تولي عندنا مسالك خاصه بالشباب اللي يحب يمارس الرياضه الميكانيكيه اللي تكون عندها مقاييس ومعايير نتاعها في مخص التقنيات نتاع ياما سيارات ولا درجات ناريه والا كذلك مقاييس ومعايير في مخص السلامه اللي باش يحب يمارس معناتها يلقى روحه في فضاء وين نعلموا فيه صحيح الامور التقنية ونعلموا فيه كذلك الأمور نتاع الوقائية. يعني اللي يعمل الرياضات هذية ما يأثرش عليها كي بدا يسوق عادي في الثنية تأثر عليه شوية ويبدأ عنده نزعة للجري هكا. هو اليوم اللي نشاهدوا فيه على طرقاتنا ساعات تلقى شكون عنده درجة ويعملوا فيه ويقوم نقول في سيرك معناتها يقوم بمشاهد معناتها بهلوانية على الطريق هذايا المشهد هذايا ماذا بينا نوليو نلقاوه موجود على مستوى مسالك خاصة اللي مخصص للشباب اللي يحب يمارس نوعيه من الرياضه هذه باش على الطرقات يولي هذا اكثر. يعطيك الصحه ايمن شكرا لك نتلاقاو الجمعه الجايه سيكوريتي روتير كالعاده نحكيو على موضوع جديد. شكرا لك ايمن بالتوفيق لكم في التظاهر ان شاء الله يكونوا في الموعد قدام بلديه تاع بنزرت مساعتين غدوه ان شاء الله. كل ما تساوج غدوه مساعتين يجيو قدام بلديه بنزرت. شكرا لكم يعطيكم الصحه نمشيو نجاة عطيه الاولى الملامه.